بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشيت فور، بيتكلم شيت فور زي ما قلنا كده شابتر وان، بيتكلم عن الاديشن والسبتراكشن. شابتر تو ابتدى يتكلم ازاي لو عندي ازاي لو عندي يبقى شابتر تو ازاي لو عندي تروس في تروس فانكشن تروس تيبل احول الفانكشن. اخدنا طريقتين، سم في مين تيرم برودكت في ماكس تيرم، او الاختصار الاكتر بتاعه اللي هو سم اوف برودكت او برودكت اوف ذا سم. وخدنا ازاي في سيكشن 1 ازاي نحول نعمل سمبليفاي فانكشن عن طريق البوليان الجبرا، والنهاردة هناخد طريقة تانية اللي هي الكي اي الكي ماب. بالنسبة للكي ماب هي نفس طريقة السمبليفيكيشن العادية، بس الفرق اللي احنا بنكتبها في شكل تيبل. فمثلا لو عندي 3 فاريبل بعمل لها تيبل 8 سكوير بالشكل ده، بحيث ان كل سكوير من ده بريزنت تيرم في التروث تيبل العادي بتاعي. لو عندي 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 بكتب هنا اكس واي واي زد، فنلاقي ان الترم ده عبارة عن 0 0 0، الترم ده عبارة عن 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1، والترم ده هو 1 1 0 1 1. لو ممكن نكتبه index ده 0 1 2 3 4 5 6 7. فتعالوا لو خدنا أول أربعة ترم دولت اللي عندي، شفت التروث تيبل بتاعهم عبارة عن يبقى 0 0 0 0 الأربعة في الأول دول 0 0 1 1 0 1 0 1 الإندكس بتاعهم 0 1 2 إيه 3. حبيت أكتب المين تيرم بتاعهم إكس داش واي داش زد داش إكس داش واي داش زد إكس داش واي زد داش إكس داش واي زد. تعالوا حبيت أعمل سيمبليفاي للتو تيرم دولت اللي ورا بعض، أخد من مشترك إكس داش واي داش ويبقى زد داش بلس زد، وده هيطير أو هيضيع. ناخد الاتنين دولت نشوف مين المشترك بينهم، هنلاقي إن إكس داش بس هي المشترك، يبقى واي داش زد بلس واي زد داش. طبعا مقدرش أعمل لدولت سمبليفاي، دولت مش عكس بعض، ده اللي هو إكس داش واي إكس أورنج زد، فمقدرتش أعمل سمبليفاي. طب اشمعنى عرفت أعمل في أول اتنين سمبليفاي لكن في الاتنين دولت مقدرتش أعمل؟ لاحظ هنا إيه؟ ده زيرو، لاحظ ده زيرو زيرو، وده زيرو وان. كام بت اتغير؟ هو وان بت، لكن تعالوا في التو تيرم دولت كام بت اتغير؟ زيرو بقى زيرو، نزل زي ما هو، لكن ده اتغير وده اتغير، فكده من الترم كده اتغير كام بت اتغير؟ تو بت اتغير. فنقدر نستنتج من هنا إيه؟ لو حصل تشينج في 1 بت بس اقدر اعمل سمبليفاي، فاكتر من 1 بت ما اقدرش اعمل سمبليفاي. عشان كده في التو تيرم دولت قدرت اعمل سمبليفاي عشان التشينج بينهم 1 اونلي 1 بت، لكن في الترم رقم 1 والترم رقم 2 كام بت اتغير؟ 2 بت، فما قدرتش اعمل ايه سمبليفاي. فهنا بقى في قاعده بتقول لي لو في 2 لو التو تيرم ورا بعض بينهم تشينج في اكتر من واحد بت ما اقدرش اعمل سمبليفاي. طب احل المشكله دي ازاي؟ تعالوا لو عكسنا جبنا 3 مكان الاتنين نشوف ايه اللي هيحصل. بالتالي مش هيبقى عندي هنا داش، او ممكن نمسحها وخلاص. هيبقى عندي هنا ايه اكس واي زد داش، وبالتالي هيبقى المين تيرم بتاعي. اقدر اخد بقى
مين اللي اقدر اخده من هنا بقى من تو تيرم دولت اخده مشترك؟ اقدر اخد، تعالى نكتبه هنا، اخد اقدر اكس داش زد ويتبقى واي داش بلس واي، فبالتالي ايه هقدر اعمل له سمبليفاي. يبقى اذا من الرول دي اقدر استنتج لو تو تيرم حصل تشينج منهم واحد بت اقدر اعمل سمبليفاي. عشان كده هنلاحظ ان التروث تيبل ان القيمه بتاعتنا بالترتيب ده مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لان لو لاحظنا 0 0 0 1 تشينج منهم 1 بت فمفيش مشكله. تعالوا في التو تيرم دولت اللي حصل ده 0 1 1 0 فحصل في تشينج في اكتر من 2 بت، فكده مش هقدر اعمل سمبليفاي. طب ايه الحل؟ قال لك خلاص بدل 3 مكان 2 و7 مكان ايه مكان 6. 3 2 4 5 7 6. يبقى اذا احنا بدلنا وكتبنا القيمه بتاعتنا بالشكل ده عشان يكون فرق من كل ترم وتاني تشينج في 1 بت. طيب بالنسبة للكي ماب، الكي ماب هي عبارة عن إن أنا بسلكت كل تو تيرم جنب، ممكن أسلكت تيرم واحد ترم بس أو اتنين أو أربعة أو تمانية، يعني بسلكت نمبر اتنين أس حاجة، لكن مقدرش أسلكت تلاتة سكوير ولا ستة سكوير ولا سبعة سكوير. طب وايه الشرط كمان؟ الشرط ان انا لازم اسلكت، لازم السكوير تكون جنب بعض او في نفس الرو او في نفس الكولوم، ولو هما مش جنب بعض يعني بعاد عن بعض لازم يكون الفرق بينهم واحد بت. تعال نشوف مثال. لو عندي 1 1 طب ما ينفعش اخد كل واحد لوحده، ما انا اقدر اخد الاتنين جنب بعض كده هقدر اعمل سمبليفاي اكتر من لما ناخد كل ترم لوحده. فلو سلكت الاتنين دول اقدر اكتبها ازاي؟ تيجي هنا تكتب على الجنب ده زيرو، ده عبارة عن اكس داش وده عبارة عن اكس، وده عبارة عن واي داش زد داش، وده عبارة عن واي داش زد، ده واي زد، ده واي زد داش. فده عبارة عن مين؟ بتشوف مين ال variable الثابت في الكولوم ومين ال variable الثابت في الرو. مين ال variable الثابت هنا اللي متغيرش في الكولوم بتاع الاتنين هنا؟ لاحظ مين؟ زد. بالنسبة للرو مين؟ مفيش غير ايه؟ اكس داش، مفيش غير ايه؟ اكس داش. طيب تعالوا نعمل واحدة كده على جنب، 0 1 3 2 4 5 7 كده. كان عندي 1 1 1 هنا، قلنا خلاص هناخد الاتنين دولت، قلنا هنكتب هنا اكس داش وهنا اكس، هنا واي داش وزد داش، واي داش زد، واي زد، واي زد داش، وقلنا الاف هتساوي، وقلنا الاتنين هنعمل ايه تاني؟ هنبص في الرو ونبص في الكون، مين ال variable الثابت؟ هنا في الكون مين ال variable الثابت؟ زد. بالنسبة للرو مفيش غير ايه؟ اكس داش بلس. تعالى بالنسبة للكور هنا، بالنسبة لل ناخد التو وانت دولت، مين الثابت في الرو ومين الثابت في الكولوم؟ هنا بالنسبة للكولوم ما عنديش غير واي داش زد. طب بالنسبة للرو هنا، هنا اكس داش وهنا اكس بيتغير، يعني مفيش فاريبل ثابت. واحد يقول لي يعني انا مش مهندس فاريبل ثابت، تعالى نشوف مثلا التو تيرم دولت. التو تيرم دولت يعني هما كانوا في الاصل كانوا ايه؟ كان اكس داش، كان اكس داش واي داش زد بلس اكس داش واي زد. ناخد مين مشترك؟ اكس داش، اكس داش اكس داش ومين تاني؟ وزد. الفاريبل الثابتة دي مين بقى بيتغير؟ مرة واي داش ومرة ايه واي، فهنا هيطير. فايه اللي اقدر استنتج؟ ايه اللي اقدر استنتجه؟ ان ال variable اللي هو الثابت زي اكس داش و زد هو اللي باخده معايا، لكن ال y داش، لكن ال variable اللي اتغير هي ال variable اللي بتطير اللي بعمل لها simplify، بختصرها. نفس القصة دي بعملها هنا،
نشوف مين الفاريبل الثابت، ادي الزد، ومين تاني اكس داش، او بمعنى اخر هو الفاريبل المشترك. فبدل ما نقعد بقى نختصر، لو كانت طبعا ترم كبير عن طريق السيلكشن بيبقى الموضوع اسهل بكتير. تعالى ناخد مثال تاني. طيب كان عندي 1 1 1 1، ممكن حد يقول لي انا احنا قلنا الشروط ايه عشان ناخد الوانز اللي جنب بعض؟ لازم تكون الوانز جنب بعض جنب بعض، او في نفس الرو او في نفس الكولوم. طيب افرض هما في نفس الرو اهو وفي نفس الكولوم بس بعاد عن بعض، ايه الكونديشن تخليني اقدر اخد الاربعه دول كلهم مع بعض؟ ان يكون الفرق بينهم تشينج فون بت، هنا 0 0 1 0، فاقدر اخد الاتنين دولت مع الاتنين دول، الاربعه دول كلهم مع بعض سيلكشن مع بعض. فيبقى اف هنا هتساوي ايه؟ مين الثابت هنا في الكولوم؟ تقول لي نكتب هنا باشمهندس اكس داش، وهنا اكس، هنا واي داش، زد داش، واي داش، زد، واي زد، واي زد داش. هتلاحظ مين هنا الثابت؟ زد ايه؟ زد داش. طب في حاجة هنا في الرو ثابتة؟ لا، ده هنا اكس داش واكس. طب افرض كان مسألة تانية، بس بدل ما كانوا هنا كانوا ones 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 ones، فعندي ال ones دي اخد كل اتنين لوحدهم، لا ما هما جنب بعض في نفس الرو، قلت اقدر اخد واحد او اتنين او اربعة او تمانية، كل ما يكون الرقم اكبر كل ما يكون most ايه most simplified، فاخد الاربعة دولت. فالاربعة دولت الاف بتاعهم هيكونوا ايه؟ مين الثابت في الكولوم؟ هيبقى هنا ايه؟ زد. مين الثابت في الرو؟ مفيش. طب لو كل واحد خد اتنين لوحديهم هل صح؟ لا غلط، لان كده ايه محتاجين نعملهم سمبليفايد اكتر. طيب لو كان كلهم وانس زي المسألة، طب لو المسألة بقى هنا كلها وانس يعني ما كانوش وانس، هنختار يعني المسألة لو كل الماب وان نقدر ناخد ايه؟ الماب كلها، يبقى اف المرة دي بكام؟ بواحد. تمام. تعال نشوف بيجينا عليها مسألة ازاي. بيقول لنا اعمل سمبليفاي، طبعا في الامتحان لو ما قالكش استخدم كي ماب يبقى حلها سمبليفاي عادي بالبوليان الجبر عادي، لكن لو قال لي بالكي ماب فانا مجبر احلها بالكي ماب. واحد واثنين وثلاثة وستة وسبعة، واسلكت مين؟ عندي الاربعة اللي جنب بعض والاثنين اللي جنب بعض، فاقول اف هتساوي الأربعة اللي جنب بعض دول، مين الثابت في الكولوم؟ مين؟ الواي. في حاجة ثابتة في الرو؟ لأ. بلس هنا تعالى ناخد الترم ده 1 و 1، هيبقى إيه؟ مين الثابت في الكولوم؟ مين؟ أدي هنا واي زد وهنا واي ده زد، يبقى مين؟ زد. طب هنا الرو مفيش غير الإيه؟ الإكس داش، يبقى إكس داش إيه؟ طبعا هو في الامتحان ممكن يجيبها لك بطريقتين، يا اما يجيب لك يقول لك الاندكس الوانز محطوطه فين، يا اما ممكن يقول لك يجيب لك الفانكشن نفسها. طب لو جاب الفانكشن نفسها اي مش مشكله، تعالى نعمل الكيمياء بتاعتنا، نحط الوانز فين؟ تعالى نبتدي ده اكس داش واي زد داش، ادي اكس داش واي زد داش، اكس داش واي زد داش، فين اكس داش واي داش زد داش؟ اكس داش واي داش زد داش، حط وانز اكس واي، فين الاكس؟ ادي الاكس الصف ده، فين الواي؟ ادي عندي واي هنا واي هنا، يبقى بيتقاطعوا فين؟ ادي اكس ودي واي ودي واي، يبقى فين؟ حط واحد هنا واحد هنا. طب بقى ايه اللي سيلكتور؟ ايه اللي عامله سيلكشن؟
ممكن اتنين ياخدوا الاتنين دول، ممكن واحد ممكن واحد يروح واخد الونز ده، نشوف ده صح ولا لا. ما خدوا معاه اللي تحت ايه، مفيش مشكلة. طب الواحد ده هناخده لوحده؟ لا، انا ممكن اخده مع مين؟ مع الواحد اللي هناك. تعال بقى بص هنا، بعد ما تعمل سيلكشن هتبص على كل ترم، لو لقيت ان في ترمي كامل كل الوانز اللي فيه اتاخدت مع ترم تانية، يبقى الترم ده زيادة. يعني شاف الوان ده اتاخد مع ايش، هنمسك الترم ده كده، هل الوان ده اتاخد مع حاجة؟ اتاخد مع ده. وهل الوان ده اتاخد مع حاجة؟ اتاخد مع ده. يبقى اذا الترم ده كله كده ده ترم زيادة، ماخدوش معايا، امسحه همسح. زي ما قلنا طالما ده هيطلع ترم زيادة يبقى انا سيلكت مين؟ هما الاتنين دول والاتنين دول. عرفت تاني ده ترم زيادة منين؟ عرفت لان الوانز ده ملهاش معنى ان انا ارجع سيلكت ده تاني، ما اوريدي خلاص كل الوانز خلصت، وده اتاخد مع ده وده اتاخد مع ده، ليه ارجع تاني اخد ده؟ يبقى تاني لو انت عملت سيلكشن بالغلط هترجع تتشيك كل ترم تاني. فانت مثلا لو كنت عملت سيلكشن للوانز ده كده بالغلط هترجع تاني تشيك، هل الترم ده الوانز بتوعه كلها اتاخدت في حاجات تانية؟ لو اتاخدت مع ترمز تاني يبقى الترم ده زيادة، على الأقل زي الترم ده كده، على الأقل يكون في وان سكوير مش متاخد مع حاجة. لو في وان سكوير مش متاخد مع حاجة يبقى الترم ده مش زيادة. وأعرف تاني الترم ده زيادة منين؟ لو كل الوانز اللي فيه اتاخدت مع حاجات تانية، فمقدرش أخد ده هعتبره ترم زيادة، فا إيه؟ همسحه. يبقى دلوقتي الفانكشن بتاعتها هتبقى إيه بقى في الآخر؟ هيبقى f equal f equal الاتنين دول اللي هو مين؟ تمام، ده هنا x x داش، ده y داش z داش، و داش z y z z داش. يبقى الاتنين ده ادي x ومن الثابت في الكولوم y بلس هنا التو ترم دولت x داش، ومن الثابت في الكولوم الاتنين دولت z ايه z داش. تعالوا بقى ناخدها، لو كان هنا ايه، لو كان فور فاريبل، فور فاريبل هو نفس القصة، بس الفرق بدل ما هستخدم 8 سكوير هستخدم ايه 16 سكوير، 4 في 4 كام هتبقى كام؟ الساس بتاعها 4 في 4 0 W داش X داش W داش X W X W X داش هنا Y داش Z داش Y داش Z Y Z Y Z A داش. نفس الاندكس بتاعنا 0 1 2 3 4 5 6 7، فضلت 8 هنا. بس نلاحظ ان احنا عملنا ايه، بدلنا التو رو مع بعض، تو روز مع بعض، عشان نفس القصة يكون فرق بين كل ترم والتاني 1 ايه 1 بت. فهنا هيبقى ايه 8 9 10 11 12 13 14 15. تعالوا هنحط بقى ونز فين، هنحط ون هنا واربعة خمسة ستة 12 14 و 15. طب اللي نعمله سيلكشن، نبص على الأربعات، ممكن ناخد الاتنين دولت مع الاتنين دولت، وياخد الونز ده مع الونز ده، ده مع ايه مع ده. فنقول اف هنا هتساوي الأربعة ده مع الأربعة ده، هيبقى مين الثابت هنا في الرو؟ الإكس. ومين الثابت في الكولوم؟ زد إيه زد داش خلاص. تعالوا الاتنين دول، طب واحد كان يقول لي باشمهندس ممكن آخد الاتنين دول، لا ما ينفعش، لو خدتهم هعتبرهم إيه؟ هعتبره إيه ترم زيادة.
فده يبقى ايه؟ مين الثابت؟ الاتنين دول لاحظ مين؟ تمام W ايه؟ W داش. ومين الثابت في الكولوم بتاعه؟ مفيش غير ايه؟ Y داش زد بلس الاتنين دولت. مين الثابت هنا؟ لاحظ مين؟ واي واي واي. ومين الثابت هنا؟ دبليو اي اكس. بس اختاروا على اخر مسألة نفس القصة، جابها لي 4 فاريبل برضه، بس جابها لي ايه شكل ايه فانكشن عادي. هنعمل الكيمياء بتاعتنا بي داش الأول قبل ما نحلها. تعالى هنزود على الحين على المسألة دي حاجتين، خليه مرة نحلها sum of product، ولو قال لي product أقصى sum، ودي أهم مسألة في الشيت كلها sum of product. لو قال لي sum of product يعني قصدي اشتغل على الونز، قال لي product أقصى sum اشتغل على الزيرو، بس هزود خطوة بعد ما اشتغل على الونز، بعد ما اشتغل على الزيروز هعمل كومبليمنت للريزلت. ليه هعمل كومبليمنت؟ لان انا هعتبر الزيروز 1، لان الكي ماب بتاعتي دي بيلت عملتها الامبلمنتيشن بتاعها بيزد على انها ايه مين تير مش ماكس تير. فانا هعتبر احط زيروز عادي اشتغل على الزيروز كانها 1 وبعدين اعمل لها كومبليمنت. تعالوا نشوف. طبعا نشتغل اول 1، هنحط ال 1 فين؟ عندي أول حاجة A داش B داش C داش D داش هنا، بعدين A C داش D داش، أدي A فين C داش D داش هنا وهنا، أدي ال A عارف منين؟ أدي ال A أهم، يبقى التو رو دولت فين ال C داش D داش أهم. بعديها بي داش سي دي داش، فين البي داش؟ بي داش هنا وهنا يعني التو رو دولت، هنا سي ودي داش، فين سي دي داش؟ سي يبقى هنا وان وهنا وان. بعدين اي داش بي سي دي، اي داش بي سي دي هنا، اخر حاجة بي سي داش دي، ادي البي فين السي داش دي؟ سي داش دي وان هنا وان هنا. فايه اللي عمله سيليكشن؟ ممكن ناخد الأربعة على الأطراف، ممكن ناخد الاتنين دولت والاتنين دولت. طب ينفع اخد الاتنين دولت؟ لا، يعتبر ترم ايه؟ ترم زيادة. يبقى الفانكشن بتاعتي في الآخر هتبقى اف ايكوال او sum of product، أقول له F equal الأربعة على الكورنر. طبعا نشوف الأربعة على الكورنر مين الثابت في الرو، مين الثابت في الكولوم هنا وهنا؟ دي داش. مين الثابت في الرو هنا وهنا؟ لاحظ مين؟ دي داش. يبقى دي داش دي داش خلاص. تعالوا الاتنين دول مين الثابت في الرو؟ A داش B. ومين الثابت في الكولوم؟ دي بلس هنا الاتنين دولت اي بي. ومين الثابت في الكولوم؟ دي سي اي سي داش. وده لو قال لي اشتغل على الايه، على sum of product. طب قال product of the sum، فانت هتحط بقية السكوير زيروز واشتغل عليها كأنها ونز عادية خالص، وبعدين اعمل ايه؟ اعمل لها كومبليمنت. ممكن اخد الاتنين دولت مع الاتنين دولت، واخد ده مع ده، واخد ايه ده مع ايه مع ده، فيبقى اف لو قال لي بقى بروتو اوف ذا صم. المرة دي هقوله اف داش ايكوال الاتنين دولت اللي هما مين؟ مين الثابت في الرو؟ بي داش. ومين تاني؟ ودي بلس الاتنين على الأطراف A داش B دي A دي داش بلس الاتنين دولت A B
الخطوة بقى الزيادة اللي احنا بنزودها على الخطوة اللي فاتت، نتعمل بقى كومبليمنت للطرفين، فهنا يبقى بي بلس في داش، في داش بلس اند قصدي اي بلس بي داش بلس دي في، طبعا دي هنا اند وهنا اند، اي داش بلس بي داش بلس سي داش، وكده يبقى شيت ايه، شيت فور خلص.